تأثرت النورة ليه بتأثرت النورة طلعها عيون الشباب
يسعد مساك الجمهور عن طلتك الحلوة وحضورك على المسرح. الله يخليك. يعني شو بدنا نقول لك على هالكلام الحلو والصوت الاحلى كمان، نورت مسرحنا الليله. شكرا لك. بس بيني وبينك وما حدا عم يسمع ابدا، كيف ممكن شخص يكذب على مرته اذا كانت مرته بجمال ريتا ولابسه تنوره قصيره؟ خبرني هلا. والله بقوصه انا خجلتوني الليله، بس انا لعبه على الاثنين يعني قصير وطويل. شو بك معلق على القصير اليوم؟ نحن دائما بنشوف الاشياء اللي بنحبها. نحن بنشوف حالنا لبنان انه عنا بنات حلوين ومرتبين مثل ريتا. اكيد كلك ذوق. لبنان مش بس بجمال بناته، كمان قد ايه عنا سيدات رائدات بلبنان بكل المجالات، وهذا اللي بنفتخر فيه اكثر كمان. ليش على طول بيطلعوا ضدي يا زلمه؟ لا نحن معك، قد ما تقول حلوين بنقول اكثر معك على الاخر. لكن مره جديده بدنا نتشكرك فارس كرم، وبدنا ندعي رئيسة لجنة السعافة والمهرجانات السيدة سيلفيا دعيبس برفقوها السيدة تراس خوري والمحامية ريد دحباش لحتى يقدموا لكم باقة يا فارس من محبة من القلب للقلب. على طريقتنا هاي. أكيد الحزمية حبت كرمك على طريقتها لأنه أنت كرمتها وكرمت أهلها. كلكم زوق. شكراً. كربتوا استاذ توني خوري حبيبي وخيي وصديق. شكرا لك. شكرا. انت مكرم الكل بوجودك الليله معنا على المسرح. نحن بعدنا بانتظار السيدات. بحبها بدي بوسها. أكيد بانتظار السيدات. الورد كله نزل على المسرح. شكراً لك. شكراً. شكراً كلك زود. شكراً. شكراً. طلع البوكيه ليطلع لك صورة. أما درع البلدية فرح ندعي الرئيس جان أسمر مع نائب الرئيس الشيخ يوسف حباش لحتى يتفضلوا على المسرح ويقدموا لك الدرع. والرئيس البلدي ولا بختار مش يسوي ما يجيب العريس، عريس وعالش فينا مش مين وعيا بين ويقلب يا لكم كلكم ذوق وغمرتونا بلو. شكرا. شكرا. إنه فارس ما بعده فارس. شكرا. كرم ما بعده كرم. حقا إنه فارس الأغنية اللبنانية والعربية، ملك المهرجانات. شكرا لكم. لقد هدر علينا الليلة بأغانيه كهدير شلالات جزين. شكرا كلك زوق يا مزيك. باسم الحازمي الحبيبه وباسم الرئيس جان اسمر صانع المهرجانات المميزه الناجحه، بشرفني اقدم لك الدرع انا وحضره الرئيس. شكرا لكم. شكرا لك شيخ على هالكلمه الحلوه. هيدا الدرع هديه لألك، وأكيد أخذتوا صورة تذكارية ناخذها كلنا معك. شكرا. فارس بشكر لطفك وذوقك.
رح ندعي بهالوقت الستات أعضاء لجنة الثقافة والمهرجانات بالإضافة للسيد توني خوري وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير لحتى يتفضلوا على المسرح لناخد سوا مع فارس كرم صورة تذكارية. ختام مسك معك فارس ومع كل المجلس البلدي. بهالوقت اسمحوا لي أرجع جدد شكري لرفيقة هالسهرة الإعلامية المميزة ريتا حرب، نورتي. مرسي لكل اللي شاركونا سهرتنا من فنانين وفرق دبكة، بدنا نتشكرون. لقائنا ما رح نطول فيه كتير، بريزيدان أسمر وعدنا بلقاء قريب افتتاح القصر البلدي، إلى اللقاء القريب جدا. مرسي لك روي، مرسي لكل الحضور ومرسي لأنه كنت معكم الليلة ومهرجان 2013 سوا. نحن حجزناك من هلأ ريتا. أكيد. تفضلوا كلكم. واللي بتأثر تنورة ليه بتأثر بالحقها عيوني هي الحالة غرورة هي يلا We'll be right back.